محافظة أسيوط لديها العديد من المقاومات السياحية من مختلف العصور، ولكن الميزة النسبية هي مسار العائلة المقدسة. محافظة أسيوط التي كانت تشتهر منذ عشرات السنين بسياحة الترانزيت، أي سياحة اليوم الواحد، ولكن تبدلت الأحوال نظرا لاهتمام القيادة السياسية ووزارة السياحة. أصبحت محافظة أسيوط تستقبل العديد والعديد من الوافدين من المصريين والأجانب. داخل أسوار حصن بابليون، والذي يعتبر أحد أشهر وأضخم الآثار الباقية للإمبراطورية الرومانية في مصر، دير الأنباء إرميا بسقارة. يقع دير الأنباء إرميا بسقارة ويتاخم طريق هرم أناس، وقد ازدهر الدير في القرنين السابع والثامن، وربما هجر في منتصف القرن التاسع. وكانت الكنيسة الرئيسية أهم مبنى في هذا الدير، وتجمعت حولها قلايات الرهبان، وقد استخدم رهبان الدير مباني مشتركة ضخمة، وكان لكل راهب قلاية مستقلة، إلا أن الرهبان كانوا يتناولون وجباتهم على مائدة واحدة. وقد اشتمل الدير على مطبخ ومعصرة للنبيذ ومخبز وموائد وورش عمل ومخازن. وقد عثر بالدير على الكثير من القطع الأثرية من أعمدة وتيجان وأفاريز، ومعظمها قطع معاد استخدامها بعد جلبها من مباني ترجع إلى أواخر العصر الروماني، وكانت تنتشر في المقابر. فقد وجدت هذه التحف جاهزة في مباني جنائزية قديمة، وأعيد استخدامها ضمن قطع جديدة تم نحتها لتتناسب مع بناء الدير. أما التصاوير الجدارية فمعظمها كان يزين صوامع الصلاة في قلايات الرهبان، وقد مثلت السيد المسيح جالسا على العرش، والقديسة العذراء تحمل الطفل يسوع، وكانت بعض الحانيات الصغيرة تزدان بصورة نصفية للسيد المسيح مانحا البركة بيمناه وممسكا بالكتاب بيسرى. ومن أهم المناظر صورة للسيدة العذراء وهي ترضع الطفل يسوع، كما ازدانت الجدران بمناظر للقديسين. وحضراتكم بخير، كل عام ومصرنا الحبيبة في تقدم وازدهار، كل عام والسياحة المصرية بتفاؤل وأمل. عندما نتحدث عن محافظة أسيوط تعني حضارة ما قبل التاريخ، حضارة ما قبل الأسرات، الحضارة الفرعونية، الحضارة القبطية، الحضارة الإسلامية، الحضارة الحديثة. لكن اسمحوا لي اليوم أتحدث عن أحدث منتج سياحي تعلنه وزارة السياحة. هذا المنتج الذي يهم ملايين العالم على مستوى العالم، ألا هو مسار العائلة المقدسة. محافظة أسيوط تتميز بميزة نسبية في هذا المسار. هذا المسار الذي يمثل الحج المسيحي للأخوة المسيحيين. هذه الميزة هي وجود بقعتين أو مكانين مختلفين أتت إليهم العائلة المقدسة أثناء رحلتها من فلسطين إلى جمهورية مصر العربية. النقطة الأولى هي دير المحرق بالقوسية الذي يبعد حوالي 70 كيلومتر شمال مدينة أسيوط. هذا الدير الذي يمثل بيت لحم الثان أو القدس الثانية، الذي يحيط بسور يشبه مدينة القدس القديمة تماماً. دير المحرق بالقوسية يشمل أقدم كنيسة دشنت في العالم المسيحي، يشمل أقدم مذبح مسيحي حجري في العالم هو الذي جلس عليه السيد المسيح. هي تمثل منتصف أرض مصر تماماً، ومنه بدأت رحلة العودة، منه جاءت البشرى في صورة حلم ليوسف النجار أن يعود ويأخذ الصبي بعد زوال الخطر. هو المكان الذي مكثت به العائلة المقدسة أطول فترة ممكنة أثناء رحلتها إلى مصر، مكثت به حوالي 6 أشهر و10 أيام. محافظة أسيوط حالياً يتوافد عليها الآلاف من المصريين والأجانب لمسار العائلة المقدسة. من إحدى نقاط رحلة العائلة المقدسة، وبالضبط من النقطة الأخيرة من هنا من جبل أسيوط الغربي من درونكا، النقطة التي انطلق منها السيد المسيح عودة إلى أرض فلسطين بسلام الله وبأمن الله. من هذا المكان بدأت رحلة العودة التي بدأت من رفح المصرية، استمرت في مصر قرابة 4 سنوات، كان منها 7 شهور في أسيوط في دير المحرق بالقوسية،
والنقطة الثانية في أسيوط هنا في هذا المكان. من هذا المكان بدأت رحلة العودة، لكن السيد المسيح حينما والسيدة العذراء تركوا مصر إلى أرض فلسطين، تركوا لنا الأمن والأمان، باركوا أرضنا بالسلام والمحبة، تركوا لنا ماتيريال غالي، وتركوا لنا قصة جميلة نحكيها للتاريخ، تركوا لنا إرث كبير من عالم السياحة. عالم كله يهفو قلبه إلى رحلة المسيح، رحلة الحياة المقدسة. وكانت جهود السيد الرئيس والسيد وزير الخارجية ووزير السياحة دائما في الخارج لإحياء هذه الرحلة. بارك بابا الفاتيكان هذه الرحلة وبدأ العمل على قدم وساق في هذه الرحلة. أسيوط من أولى المحافظات اللي بدأت العمل على إحياء المسار. بدأنا من 2017 حينما تعلمت محافظة أسيوط، قام السيد الوزير المحافظ بتشكيل لجنة على مستوى عالي لنفحص الإقليم سياحيا وكيف تكون أسيوط جاذبة سياحيا وكيف تكون نقاط على هذا المسار الجميل. بدأت المحليات تشتغل على النقطتين، النقطة الأولى في الأوصية ودي شمال غرب أسيوط بحوالي 45 كيلو، والنقطة الثانية وهي غرب أسيوط بسبعة كيلو وهي في قرية درونكا. المحليات بدأت تشتغل على الطرق، بدأت تشتغل على المية، بدأت تشتغل على الصرف الصحي، على الكهرباء، على اللوحات الإرشادية. السياحة بدأت تفحص الإقليم جيدا. بدأنا نغير كل اتجاهات المركزين أو المكانين اللي فيهم نقطتين. يعني الأوصية كان تعليمات السيد الوزير المحافظ في وقتها أن الطرق المؤدية لرحلة المسار لابد وأن يتم الاهتمام بها وفي أولويات في العمل. بدأنا نرفع كفاءة الطرق من سفلتة وإنارة، فحصنا دخول أسيوط من شمال أسيوط المنيا حتى الجنوب سوهاج، فحصنا 250 كيلو حتى إرشادية بحيث الغريب أو الضيف من أي مكان حينما يصل إلى حدود أسيوط سواء من سوهاج أو من المنيا يعرف يوصل النقطتين تماما. زادت أعمدة الكهرباء، بدأنا نشتغل على الخدمات اللوجستية. حددت المحافظة في أسيوط ثلاث مواقع بحيث يكون فيهم مراكز استقبال السياح. بدأنا نشوف الأديرة عايزة إيه. الأديرة من جانبها بدأت تشتغل مع نفسها، طورت حاجات كتيرة وساعدونا في درونكا وفي الأوصية. بدأت البوابات تبقى أحسن بكتير. دير درونكا أضاف فندق خاص للدير. البوابات احتاطت الدير من طرقه. يعني في الأوصية مثلا أربع بوابات عملناهم، الثلاثة حول الدير وبوابة على البوابة الرئيسية. عملنا حاجة اسمها لوحات معلوماتية أضفناها في دير درونكا حوالي سبع لوحات، وفي كلهم يعني في درونكا وفي الأوصية سبع لوحات. عملنا 34 لوحة إرشادية للقادم من الطريق الشرقي القديم أو الطريق جيش، الطرق كمان الأخرى من ناحية الغرب، الطريق الصحراوي الغربي القادم من القاهرة، الطريق الزراعي. احتاطت الأديرة والأماكن نقاط العائلة المقدسة اللوحات الإرشادية حتى يكون الضيف في طريقه عارف ماشي إزاي. بدأت بشائر الخير والبركة تحل على مصر وعلى أسيوط. بدأت من فترة من حوالي سنة تتكثف علينا الرحلات، وقريبا سيصل طيران شارتر بين الغردقة وبين أسيوط لزيارة الحياة المقدسة. الرومان كانوا أولى الجنسيات اللي بدأت تتدفق على الأديرة وعلى أماكن رحلة الحياة المقدسة. بدأ المصريين يعرفوا يعني إيه رحلة الحياة المقدسة ويزوروا الأماكن المقدسة. قمنا إحنا بتوعية المجتمع وعملنا حاجة اسمها خدمات لا مادية، يعني عملنا علاقات بيننا ما بين الناس اللي في الطريق للأديرة والأماكن نقاط العائلة المقدسة، فهمناهم يعني إيه سياحة، يعني إيه رحلة العائلة المقدسة، يعني أي عالم يهفو قلوبه إلى زيارة مصر الطيبة، يعني إيه مصر دي فيها مكان مقدس، يعني إيه مصر الناس يحبوها ويفكروا فيها، يعني إيه حجاج المسيحيين في العالم يصلوا إلى مصر وإلى أسيوط.
كمان حفظناهم كويس العائد اللي هيكون على المواطنين على هذه الطرق. بدأنا نعمل أفلام نروجها صغيرة، عملنا فيلم صغير يدوي يعني في الإدارة بحيث يوزع على السياح أو القادمين إلى أسيوط. إحنا النهاردة بالتنسيق مع كل القوى الأمنية والمحليات وشركات المياه والكهرباء ومطار أسيوط وأماكن الوصول متهيئين لاستقبال رحلة العائلة المقدسة، باعتبار أن أسيوط من أكبر الأماكن. يعني مثلا النقطة اللي كانت في الأوصية اللي تكلمنا عنها دي مكث فيها السيد المسيح حوالي 185 يوم، فكان شرف جدا لمصر أنها يكون أن يمكس فيها العائلة المقدسة سيد عزراء والسيد المسيح هذه المدة، وانتقل إلى هنا من هذا المكان من درونكا وجلس في هذه المغارة اللي هي أصلها فرعوني. يعني هذا المكان يختلف سياحيا عن أي نقطة أخرى لأن الأصل فيه فرعوني، في مغارة كانوا يأخذوا بها الفراعنة الحجار اللي بنوا بها الأهرام، فاستقبل شعب أسيوط المضياف العائلة المقدسة في المغارة إلى حين أن يصل المركب الذي يمكن أن يستقل لونه إلى شمال مصر عبر النيل عودة إلى فلسطين، فمن هنا بدأت رحلة العودة إلى أرض فلسطين. النهاردة بنتكلم عن مسار العائلة المقدسة. إحنا هنا في الدير المحرق ودي من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة. يوجد في مصر 25 موقع تم فيهم مسار العائلة المقدسة، ومن أهم المواقع دي الدير المحرق عندنا هنا بالقصية، في النقطة الثانية اللي هي دير العذراء في درونكا. يخصنا هنا هنتكلم على أساس مركز القصية، المركز بتاعنا اللي يخصنا. تم عمل فيه ثلاث بوابات، بتتميز البوابات دي إن فيها الطابع الأثري بتاع العائلة المقدسة وفيها الأيقونة بتاعت العائلة المقدسة. المكان عندنا الكنيسة اللي موجودة فيه من أقدم تاني أقدم كنيسة على مستوى العالم، الكنيسة الأثرية اللي موجودة داخل الدير المحرق. احنا عندنا المزارات ما شاء الله كتير خالص، فوق الافواج السياحيه اللي بتيجي تزور المكان بتاع الدير المحرق كتير طبعا، وزادت اهميته ده بعد طبعا الايقونه بتاعه البابا ان اطلق ان الدير المحرق يعتبر الوجهه الثانيه او القبله الثانيه للاخوه المسيحيين في الزياره. الدوله بتهتم اهتمام شديد جدا باحياء مسار العائله المقدسه. معالي السيد الفخامة رئيس الجمهورية يعني المبادرة دي تعتبر مبادرة بتاعت سيادته اللي هو الاهتمام بإحياء مسار العائلة المقدسة. تم رصف 15 كيلو بيأدوا إلى الدير من ثلاث نواحي، من الطريق الصحراوي وعندي طرق تاني على الطريق الزراعي، طريقين. جاري برضو استكمال التطوير اللي بيخص الطرق المؤدية للدير. تم تركيب أكثر من 100 عمود جديد على الطرق المؤدية للدير، تم تركيب حوالي 300 كشاف، تم عمل البوابات زي ما قلت لحضراتكم وهتشوفوها على الطبيعة بوضعها الأثري الجميل. يعني حاجات كتير الدولة مهتمة بيها. تم تبطين الترع برضو، في عندنا ترعة القصية اللي هي على طريق الدير ومير، الطريق الأساسي المؤدي من ناحية الطريق الزراعي المؤدي لمقر الدير. تم عمل تبطين لكيلو، وتم عمل سور للترعة بشكل حضاري جميل بطول كيلو، وجاري الاستكمال بإذن الله. طبعا المكان زي ما بقول لحضراتكم مكان متميز، مكان أثري. العائلة المقدسة مكثت في هذا المكان حوالي 6 أشهر و5 أيام، يعني تعتبر أطول مدة في ال 25 نقطة أو 25 موقع اللي مرت عليهم العائلة المقدسة. فطبعا